كنا رايحين لواحد القضيه، علاش فتنا على عكورين؟ كنا رايحين لبنيكسيلا اثمنديل. اثمنديل هذه شط جايه في بلديه بنيكسيلا تابعه لادكار ولايه بجاية. عطيني المابس رابيد مابس ولا هاي اطلق لا بلاج اثمنديل. خليني نشوفه خليني نشوفه. اطلق اطلق رابيد اطلق اطلق هالك لا بلاج اثمنديل. واش كاين؟ يجي واحد في لا بلاج اثمنديل على الشط في الرمل يبني 40 دار ويبيعها، يبني 40 دار في الشط، لا ورقه بيضاء لا بابي تمبري لا عقد من ورقه ما يسعها، ابنى 40 دار في الشط من 40 متر على البحر. تجي ليه السلطات المحليه تاع ولايه بجايه هايلك، تجي ليه السلطات المحليه ولا علاه راح يا جماعه علاه هذا الريبورتاج هذا؟ علاه كاين زوج حوايج. اولا الناس المواطن اللي يروح يمد دراهم في الريح ها وش يصرالو؟ ورقه ما كانش تروح تحط دراهمك في الريح، تشري انت دار على شط البحر في الرمل، تشري دار تشري الريح تشري الحوت في البحر. هذه هي الحوت في البحر. هذ الناس اللي داروا وشراوا فيلات وديار على شط البحر ملك الدولة، ملك الدولة. زيد له زيد له زيد له ونحي نوي نحي نوي. خلينا نشوف يا ناس يا ناس اللي راكم تشروا الريح تروح تشري انتيا تروح تشري دار على شط البحر، ورقة ما عندك جوالوها، ورقة ما كانجا. هذا هبال هذا. هاوليك أكبر دليل لو كان على جال على بالهم باللي حقهم ورزقهم وكرام حاضرين، ما حاضروش لأنه على باله باللي دايرها. راح بنا دار بنا 40 دار ولا بنا 20 دار وباحة، والناس اللي شرات وخلصت الدراهم كيفاه تمد الدراهم ورقة ما كانش تشري انت دار على شط البحر، تشري دار على شط البحر في الرمل. مي هذا بان هذا. فقط كاين ملاحظة مش غير في بجاية، هنا تحية للسلطات تاع بجاية اللي راهي واقفة. هذه هيبة الدولة، يعني ناس لحقت الفوضى ولا يلحق للرمل يبني فيلا في الرمل، يبني فيلا في الرمل نورمال، يبني فيلا في الرمل ورقة ما عندوش. ها وش يصرى لك؟ هذا الصورة عليه تحذير يا جماعة، ردوا بالكم يا جماعة، اللي ما عندوش عقد ملكية ورخصة البناء ما تريسكاش، ما ترميش دراهمك، ما ترميش دراهمك. ها وش يصرى لك؟ خليه يمشي مشي 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 باش نروحوا للصنور تاعها. فوالا مشي ها هاليك على شط الحبس على شط البحر. هاو البحر 50 متر على البحر. شري لي فيلا انت على شط البحر في الرمله وبشريها ب 4 دورو. اطلق هذا رئيس دائره ادكار اعطانا توضيح. اطلق الرئيس. السلام عليكم. وعليكم السلام. السيد رئيس دائره ادكار ولايه بجايه، احنا ماذا بينا الحاجه الاولى نعرفوا ورانا وش هذا اللي صار في 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 هذه بلدية بنيكسيلا أي منديل. تفضل الرئيس. شكرا. في إطار محاربة ظاهرة البناء الفوضوية وبعد اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة من بناء على محاضر المخالفة في هذه المنطقة هي منطقة شاطئ أي منديل وإعداد قرارات الهدم، قمنا اليوم بتنفيذ قرارات الهدم على مستوى شاطئ أي منديل. هذه المخالفات كانت على مستوى هذا الشاطئ اللي كانت مخالفة على مستوى ما يسمى دي بي اش دي بي ام وبليس كليك، كانت بناءات بدون رخصة بناء. هنا الرئيس، هنا باش المواطن يفهم البسيط، هنا كاينة عملية تعدي، تعدي على الأملاك العمومية أو اغتصاب، اغتصاب واستيلاء على الأملاك. استيلاء يعني هنا هنا الـ هنا الـ كاين قرب كاين قانون يحمي الشريط الساحلي سواديزا. هنا شحال راه بعد على الشاطئ؟ وفيما يخص الملكية، عقود الملكية تاع الأصل تاع الملكية تاع القطعة تاع الأرض هذه، أملاك عمومية بحرية، الأملاك الدولة، أملاك الدولة طبيعي. هنا كاين سؤال راح يطرحه المواطن البسيط. رئيس مشكورين السلطات المحلية على رأس السيد ولي ولاية بجاية اللي قال أنا هنا نمثل الدولة الجزائرية وإعادة الهيبة للقانون سبحان الله العظيم. أنت لحقت وين؟ لحقت وين هذا السيد يجي للرمل يبني فيلا ويبيع؟ سبحان الله العظيم يا جماعه ما تتكلخ الكمش، كيفاش تروح تمد دراهمك في الريح؟ ها وش يصرى لك؟
تحية لسلطات محلية تاع بجاية. هات لك حمزة.